أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا خلقكم بهما رأفة في دين الله رأفة في دين الله تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد من المؤمنين والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين وحرم ذلك
ذلك على المؤمنين. صدق الله العظيم.